الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأصدقهم أحياء عثمان وأقدرهم عليه وفاتنا سيدا نساء أهل الجنة اللهم اغفر للنباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا توارد ذنبا الله في أصحابه لا تتخذوهم غربا من بعده فمن أحبهم فليحبي أحبهم ومن أبغضهم فليبغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم السلطان في الأرض من أهان السلطان في الأرض أهانه الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ورفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مالك بر الرؤوف الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا untuk Qodesh amra dan dalal kache jabo Allah ei shomoy dua kabul koren ja amra ja asha ache ar khas kore amader pita mata ajke kal kore gechen tenar jonno amra dua korbo jeta amra ei porjonto ki porishod korte parben Allah er dilake khoma kore diye jannater mehman hisebe kabul kore Allahumma amin Allahumma amin ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا كما ربياني اللهم رب ارحمنا كما ربياني صغيرا رب العالمين اي الله اشهدين في الكتب تكيب الوز اي الله تمار كنا ترى بانقل ركنيا ما هو يكتم الشهيد الغير اللي كان حق لديتي ما هو دلكم كنتم تسريد عليهم আল্লাহ জিবরাল দরবারে করে সালাম আদায় করার পর তোমার শাহী দরবারে তিনি হাত তুলে দিয়েছেন সবার আদি আদবান সোনার মদিনায় নবী পাকের রওজা বরকত দিয়ে দাও বাবা তোমার এই সালাত ও সালাম থেকে নিয়ে আল্লাহ যত সাহাবাতনাম যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবা তাবিনাহি মাই মুসতাদি মুকাল করা সিন সালাম শেখুল তাবিদি হাজি গাজি আলেম আল মাশাই সাইদ আল হাফেজ জাই আল্লাহ কালামা বিশ্বাস করে তোমার কাছে সারা দিয়েছেন
Allah
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.